كنت شيعية أقل ديجا تفاجأت إنك تجي العبد شوي ما فهمش صفر إن شاء الله يكون الوقت معناها العبيد ما زيت ما قلتش باش تمشي وكل إن شاء الله مع الوقت تزيد يكثروا العبيد وكهرباء ما معناها تقريبا الاقبال نفسه معناها الصباح كلها معناها كلها مسنين معناها شباب ما ثماش حتى الساعه كان في ما هو عجز الصباح ما نعرفش العزوف هذا نتاع الشباب مش يقعد هكا على طول ولا كيفاش الشباب توا بعد على خاطر راه 3 سنين هالتخلويذ اللي صار وهال فما تخلويذ مال بلاسي يرجعنا الهوية متاعنا يردنا رجعنا على السكة رجعنا شبابنا على السكة اليوم بتكتر تفاجأت شوية اللي معناها النومر بتاع الباس شوية إن شاء الله معناها بشوية شوية معناها بشي يكبر الواحد بشي يكبر النومر من هؤلاء يجب الناس كل تشارك يجب أن نبدو شوية على الشيء اللي صار بتكتر في الكمباني الأولانية في الحملة الانتخابية الأولى وفي الانتخابات الأولى اللي جون مجاوش يصوتوا بيئة تخبات لازم تكون كل الجهود لازم يحاولوا أنه متسابشتيس من هذا مونتاج خطر مصر البلاد مصر البلاد وصل أقبل نقص أقبل نقص كما تلاحظوا شباب وما تمشي كالعادة غايب على ساعة جمعة والشباب بربي راكم انتم مش تتمتعوا انتم مش تتمتعوا باللي يصير في تونس انتم تختاروا شكرا